بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لماذا ما اشتركش في القناة؟ ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني واشتراك. ما تنسوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول، وتابعوا معي الفيديو من الأول للآخر باش تستفادوا أكثر ولتعمل فائدة إن شاء الله. وإلا نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح ندير لكم تحويلات من سروال كلاسيك، كيفاش نحولوه سروال اراده، وكيفاش نعاودو نديرو ثاني سروال كلاسيك واحد ثاني شغل جاي من قدام كلاسيك ومن لور استيك. دونك هذا الفيديو راح يكون مقسوم على جزئين. الجزء الاول راح ندير لكم سروال اراده ولا سروال على الدين، والجزء الثاني ان شاء الله راح ندير لكم سروال اخر اللي من قدام كلاسيك ومن لور استيك. دونك تابعوا معي الفيديو من الاول لاخر باش تستفادوا اكثر باذن الله. بون شوفوا معايا، كاين هاد القماش اللي راهو جاي صيفي وخفيف، هذا راح ندير به سروال أرادة لا سروال علاء الدين ولا علي بابا. شوفوا كيف جاي خفيف وهايل. واش درت في الاول القماش هذا شمختو ونشفتو وتحددتو كيما راكم تشوفوا. دوك راني فيكسيت عليه هاد الحجر باش ما يقعدش يبوجي كي نقعد نخدم عليه. هاو دوك نجيب سروال يكون بنفس القياس تاعي سوغ ميزور، ما يكونش عندي فيه شويه ديكالاج، وعليه ان شاء الله راح نفصلوا السروال اللي راح نديروه. شوفوها كيفاش راني حطاته. دوك نجيب السروال الاخر تاعي نوريكم كيفاش نفصلو ان شاء الله. بون شوفوا معايا القماش تاعي كما كنت تشوفوا انا مطبق على ربعة وعلى الطول. هاو جهه الطول تاعو، شوفوا هاي لا ليزير تاعو على الطول طبقته على ربعة، وحطيت السروال يكون قدي انا. شوفوا حطاته كاع، وعلى اول حطيته بالمقلوب بعناه باش تخرج لي قيمه الخياطه هاي اللي هنايا، ماشي كيما نحطوها على القدام. هذه قيمه الخياطه ما تكونش باينت لي. هذه الجهه الخلفيه هي اللي راح نفصلها الاولى لانه تجي كبيره. شوفوا الجهه الاماميه تجي اقل، الجهه الخلفيه تجي اكثر. هاو حتى الفوق هنا السول هذا لو عندي ما فيش لاستيك، جاي كلاسيك. السول راح نديرو ان شاء الله انا دام فيه لاستيك على بها. شوفوا هذه البلاصه ثاني كاع راح نزيد القياس تاعي هنا، يعني راح نطلع هكا كم بلاستيك. وهنا تاني راح نجبد شويه، وخليت هاد القياس الفوق لانه مش حنزيد بوندانا منه، فيها راح ندير القيمه تاع البلاستيك هذيك. راح ندير زوج خطوط تاع البلاستيك، خط هنا وخط هنا، على بها تخليت هاد الزياده هنايا. وانا شدته كما كنت تشوفوا بالحجر الثقال هنا، يجيني جوست في الشمال تاعو جوست لانه مش غادي يصلح كما راكم تشوفوا هكا. راح نفصل عليه هكا. وهنا في الطول السروال هذا جايني شويه طويل، يعني الطول راح نزيد واحد 1 سنتيم برك. يعني هذيك نورمالمون هو زاد حتى 3 سنتيم تاع الكفه، راح نزيد انا غير 1 سنتيم. سمك شغل مع الكفتين الزوج راح يولي لي سوا في الطول. دونك هذا هو القياس تاعي. هنايا لازمني نستعمل باش يجيني الشمال قد راح نستعمل هاد المسطره البيروكيلا بيستول مش عارفه واش يقول لها. هنايا في الشمال راح نحطها سوا قد هكا، وراح نطلع. شوفوا هنا راح نطلع ديريكت نحي هادو الحجاره باش تفهموا عليا. شوفوا نحط قد مع الشمال تاعو هنايا مع العين هذه، نخرج فيها قد وهنايا الفوق هكا. هنايا الفوق راح نطلع، مانيش راح نمشي كيما هكا، راح نطلع عليه لانه لاستيك راح يلم لي كاع هاد هذه هنايا. ومن تحت نجيب البيستولي كيستاب. بون هنا من تحت راح نجيب البيستولي هذه اللي جايه طويله اللي قلت لكم نخدم في ادوات الاساسيه الخياطه في السراويل. راح نلاقيها قد مع البيستولي مع البيروكي، يخرج لي هنا قد نحطو مع بعض، راني نخرج لي هنا الشمال. وهنا من تحت نمشي هكا ونبدا نعرض، يعني نقدر ندير هكا نجيبها سوا بصح انا الادا يجي واسع من تحت لو خليها هي. نبدا نعرض كيما هكا القماش اللي نديته لكم على وجهه بصح نتوما فصلوا على الظهر. ها هو ظهرو هاهو كيما هكا، ونوسع حتى نوصل تحت. نبدا نهبط بها يعني نصم هنايا، ونوري لكم ان شاء الله كيفاش خرج لي الرسم بهذه الطريقه يكون التفصيل تاعي. دوك نصم نوري لكم ان شاء الله كيفاش رسمته. بون الان كيما راكم تشوفوا هاو لتحت هو الرسم تاعي، زدت واحد هنايا واحد 1 سنتيم زايده كامله هاو كاع كيف كيف.
وهنا نطلع طلع الرسم هذا، تنزل الشمال هنا قد قد هاو يطلع هنا من فوق تحت 10 سنتيم، وجوج طرقة تاع تاع الستيك مع الكفة اللي راح تجي من فوق، يعني مش حندير بندانة واحدة ثانية خليتها نفسو. هنا زدت هنا زايدة هذه المسافة، لأنه هاد السروال كيما قلت لكم كلاسيك وما فيش لاستيك، يعني زيادة حتجي منا ومنا هادو هما. ومن هنا تاني راح نفتح كيما رغم كيما غادي يسرول هنا، حنا تاني راح نفتح وراح نوري لكم ان شاء الله. شوفوا هذه الجهه الخلفيه دائما تجي اللور تاعها زايد على القدام، شوفوا هذه اللور كيفاش خارجه، ومن القدام تجي هابطه محفوره، شوفوا كيفاش محفور. دوك نوري لكم ان شاء الله كيفاش راح نحفظوا تاع القدام يجي هابط عليه كيما قلت لكم في الفيديو اخذ القياسات، لانه اللور كي نقعدوا شغل يهبط، هذه على تجي القديمه فيها زياده على القدام. بون شوفوا معايا النتيجه كيفاش خرج السلول بعد ما قصيت. هنايا بعد ما قصيت مازال ما حليتش هذه، هنايا هنايا تقدروا تحلوها تقدروا ما تحلوهاش، تقدروا تحلوها الا بغيتوا تجيكم الخياطه في الجنب يعني ما بين الرجلين، واذا ما بغيتوش تحلوها تجيكم يعني الجنب يعني لا لي كوتي، الا ما بغيتوش ما كان له تحلوها. دوك نعاود نقلبوا باش تشوفوا معايا كيفاش راح ندير هذيك، نقصوا من الامام واحد 8 حتى من 7 ل 8 سنتيم تحت تحت الامام. هم هنايا كيما قلت لكم مطويه على 4، يعني هنايا هذوك شغل رجلين في زوج. دوك نفصلهم نوري لكم ان شاء الله كيفاش نعاودوا نحفظوا الحفظه تحت الامام. بون شوفوا كيفاش حليت دوك السروال، هذيك قلت لكم الفتحه اللي هنا مش حنديرها، هادو هما الرجلين عندي في زوج يعني وحده فوق وحده، هادو كلش راح عندي ها الشمالات، وحده تاع الامام وحده تاع اللور، هاد الجهه راح نخلفها هي تاع اللور، وهذه الجهه راح نديرها تاع القدام. جبت هنايا البيستولي، باستعمال البيستولي راح نمشي ندير شغل الهبطه، نبدا نطلع 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 حتى نوصل فوق. دونك البيستولي شوفوا ماهوش كبير ما يلحقليش حتى لهنايا، دوك انا درت حسابي هنايا بعد الاخرى نكملها هكا. دوك نبدا نرسمها، شوفوا معايا نبدا من هنايا، من هنايا نمشي 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 معاه كاع حتى نوصل لاخر نقطه. دوك نرسمها ونوري لكم النتيجه النهائيه كيفاش تخرج باذن الله. بون شوفوا معايا دركا كيفاش خرج لي، هاي تاعت الامام فيها هكا فتحه، زدنا بطالة شويه، وهاي حتى الخلف، هذه الجهه الاماميه وهذه الجهه الخلفيه. دوك نقصها ونروح ان شاء الله للتطبيق والخياطه ان شاء الله. بون هنا بعد ما نحيت هذيك تاعت اللي قلت لكم تاعت الامام، هاي كما راكم تشوفوا الامام جاي محفوظ على اللور، واش راح ندير؟ نقلب القماش على وراه، هذا الامام تاعو. واش راح ندير؟ نخيط هنا من الشمال حتى الفوق، ونزيد نخيط من تما من الشمال حتى الفوق، بعد ما نقلبه ما نخيطوش على وجهه، من هنايا حتى الفوق، من الشمال حتى الفوق، ومن من الشمال تاع الخلف حتى الفوق، ونرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا كيفاش نلاقيو الرجلين الاخرين باذن الله. بون كيما راكم تشوفوا الخياطه كيما قلت لكم هاي هنا حتى الشمال خيطتها دوك السوفيلاج، وهنا ثاني الشمال الاخر. دوك واش راح ندير؟ نقابل الشمال للشمال، خيط على الخياطه بهذه الطريقه، شوفوا بهذه الطريقه هكا، ها هو خرج لي هنايا اللور هنايا وهاو القدام. دوك هنا الخياطه راح تولي نخيط من تحت، نخيط بهذه الطريقه، شوفوا نقابل هنايا الخياطه هنا على الخياطه، نرقد هذه وحده من هذه وحده من هذه الجهه، وتكون الخياطه تاعي من هنا من تحت من هذا الرجل، ونمشي حتى الوسط ونكمل هنايا، ونروح ندير السوفيلاج ونوريكم النتيجه كيفاش تخرج باش نكملو السروال تاعنا باذن الله. دوك كيما راكم تشوفوا انا خيطت هذيك الوسط، خيطت هنا ثاني تحت هنا ديك السوفيلاج. دوك واش راح ندير؟ راح ندور السوفيلاج على هذا الحاشيه كامل تاع الفوق، الحاشيتين تاع الرجلين هنا دور على السوفيلاج هنا السوفيلاج، باش يبقى لي غير بلاص الاستيك الفوق، هنا زوج دورات تاع الاستيك الفوق ومن تحت دوره تاع الاستيك. هنا بالنسبه للبلاصه هنا الفوق نقيسوا الخصر تاعنا، ونديروا نحاولوا انه نديروا الاستيك بحيث انه يكون ساوي، يعني مش مزير ياسر ومشي ملخوف، ونقصوا هو لي بلاصيو هنا زوج دولين يعني زوج خطوط من الفوق، ومن تحت نديروا لين وحده اللي يكون نوعيه لاستيك تكون مليحه. دوك نديرهم سوفلاج ونوريكم نوعيه لاستيك اللي راح نديرها باذن الله. هنا بعد ما كملت السوفيلاج تاع هاوليك لتحت القدم،
والفوق. هنا وش راح ندير؟ شوفوا راح نقلب هذه للداخل هنايا برا هكا، ندير كفه. هنا راني دايره السوفيلاج دونك سي با لا بين نعاود ندير زوج كفات، نخيط ندورها كامل، نخلي واحد الفتحه تاعت واحد 3 سنتيمتر، ندورو كامل نخيطو بنفس لون لون القماش الكفه هذه. كي نكمل هذيك الفتحه اللي خليت منها نخير نوعيه تاع لاستيك كيما قلت لكم، بعد ما نقيسو دوره الساق هذيك التحتانيه كاع في تحت في الرجل نقيسوها نقصو شويه نسيو نزيرو لاستيك. عندكم شوفوا كيما هاد لاستيك هاد النوعيه شوفوا كي دايره المطاط، هذا نديروه لتحت للرجل، واذا بغينا نديروه من نفس النوعيه هذه للفوق فوق تاع السروال يعني جهه الخصر، نديرو زوج خطوط يعني زوج اسطر من هذا. اذا ما كانش عندنا هذا النوع باش نديروه الفوق، كاين هذا النوع ثاني هذا، شوفوا كاين يجي في الابيض كاين يجي في الكحل، هذا ثاني هايل راني درتو كشغل رولو، هذا ثاني هايل، هذا نديرو منه لين وحده ما نديروش دولين هذا، ولا بغيتو هذا كيما بغيتو النوعيه اللي تساعدكم جربوها. دوك ندير لاستيك في الرجل هنايا نخيطها ونوريكم الفتحه الصغيره اللي حنديرها كيف كيف كيما الفوق كيما التحت نفس الطريقه، نخيطها كامل ونخلي هذه البلاصه برك ما نخيطهاش من هنا سما من هنا، وندورها عليه كامل حتى لهنايا باش نقدر نبلاصي لداخل لاستيك ونربطو، ونعاود نوريكم ان شاء الله كيفاش تخرج لنا النتيجه باذن الله. دونك شوفوا معي اصدقائي هنا بعد ما دخلت لاستيك هنايا، شوفوا الخياطه كيفاش قلت لكم خيط شغل من هنا من هذا خليت واحد 3 سنتيم ما خيطهمش، خيط من هنا دورته كامل، من بعد دخلت لاستيك من هذه الفتحه اللي خليتها وخيطته دخلته هنايا. دوك نعاود نسكرها، دخلت لاستيك باستعمال كاين هذه الاداه هذه، شوفوا كيفاش جي دايره هذه سبيسيال تاع دخلوا بها لاستيك. ها هو منين ندخلها لاستيك من راس من راس تاعها مدخلاتو مخلياتو. دوكا باش ندخلتها الفوق كاينه هادي، وكاين لي يديرو بواحد المساك. هاي هاد الأداة تشوفو كيفاش تجي دايره، تجي دايره هكا، دخلوا بها لاستيك في السراول ولا البلاصة اللي بغيتو ديروها، هاي تجي في الباطا كيما هادي هكا. ديجا دايره لك كيفاش تفوتو بها لاستيك، وكاين لي يدخلو بالمساك عادي. دوكا واش راح ندير؟ شوفو معايا هنا الفوق قلت لكم ندير زوج طرفين هنا الفوق. شوفوا معايا الخياطة هنا الفوق هنايا، هاي الخياطة الأولى تاعي هنا بوغابوغ في الحاشية، نشعل الضو باش تحبكم. شوفوا هنا الخياطة ها هي وراهي، الخياطة الزوجة هاي وراهي. دوك أنا كنت خليت فتحة باش ندخل لاستيك هنايا، عندي زوج فتحات باش لأنو هاوليك هنايا من هاد الجهة في الوسط الوسط الأمام، خليت زوج فتحات. دوكا واش ندير؟ نجيب هذا لاستيك اللي راني دخلته هنايا ونفوت نبدا بالطريق الفوقانية هي الأولى باش من بعد نسكرها ونعاود نروح للزوجة. دوكا ندخل لاستيك تاعي من هاد الفتحة اللي خليتها صغيرة هنايا، شوفوا نفوت لاستيك تاعي، نبدا نفوت في هذه هنايا، نفوته كامل حتى نخرجو من الجهة الأخرى هذه اللي هنايا بهاد الطريقة، تدخلوها لبلاصة شوية واسعة باش ما تجينيكمش في الخدمة، تفوتو ويبقى عندكم شوية تاع لاستيك. المهم باش تحكموه تربطو، بغيتو تربطو بغيتو تخيطو كيما بغيتو، بعدا كي تكملو تعاودو تسكرو هذيك الفتحة اللي خليتوها صغيرة هذا مكان. دوك نكمل تفوتو نوريكم كيفاش نعاود نخرجو بإذن الله. بون شوفوا معايا هنا يعني لحقت لهاد البلاصه، هاوليك كيفاش نعاود نخرج الراس تاعو. شوفوا هو خرج هنايا، واش ندير دركا؟ نجبد مليح نح من هاد الجهه هاد الفتحه الاولى، ونزيد نعاود نح من هاد الجهه الثانيه هنايا، ونسيي نلاقي هادو هاو لاستيك هنا مازال باقي. دوك من بعد كاع نعاود نفوتو، وهنايا نروح يا نخيطو ولا نربطو. بعد ما نخيطها ولا نربطها نعاود نحى هذا ويتنحى فاصل مو هاد السلك، شوفوا انا نحى نحكمو ويتنحى فاصل مو غير جبدوه برك هذا مكان، فوتو خلو لاستيك تاعكم يفوت بأريحية وجبدوه هذا مكان. ها دوك نعاود نخرجو معاكم، هاوليك خرج ها فاصل مو خرج ها الراس تاعو فيه الفتحة الأولى الفتحة الزوجة. دوك واش راح ندير؟ راح نخيط هاد البلاصة هنايا، وكي نكمل نعاود ندخل في التول الزوج كيف كيف. هاو التول الأولى وديجا دخلت فيه، يبقى لي هاد التول الزوج نعاود ندخل فيه اللاستيك تاعي وتكون عندي النتيجة النهائية تاع السروال. بون كيما راكم تشوفوا أنا هنا بعد ما خيطتو فيكسيت اللاستيك هذا من جهة الفوق هذا
عندي المور والامام على الخلف، وهاو من تحت الرجلين كيفاش جاو بلاستيك. شوفوا هاوليك هذا من اللور اللي كنا نقلبه لكم قدام، ونوري لكم كيفاش خرجنا من قدام. وهاو السروال تاعنا الادا، بنطلون الادا، سروال على قدين من قدام كيفاش راهو داير بالكم. هاو فيه لاستيك من الفوق كامل على حسب الخصر، قلت لكم انا قصوره شويه مديرش مزير ياسر، ماشي مخوف ياسر. وهاو من رجلين من تحت يجيك شغل لارج، عند القدم يتحكم بلاستيك. نتمنى انه يكون نال اعجابكم وانه تطبقوا يجيكم سهل باذن الله. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا بيج لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك. ما تنساوش تشغلوا جرس اشعارات لتصلكم فيديوهات اولا باول، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعم الفائده باذن الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.